هو جيل ماسك. جيل ماسك اشنو فيه؟ اول حاجه فيه هو ان فيه واحد نسبه كبيره ديال الوذر. الوذر ديجا هضرنا عليها دونك ما نعاودوهاش ياك، ديجا هضرنا عليها. حاجه اخرى ان فيه حتى هو تخيف الوج، دونك تخيلوا معايا هاد النبته هذه اللي كدير بزاف ديال الحوايج على البشره ديالنا، فهي كما قلت لكم كاينه تقريبا في جميع هاد المنتوجات هذه. كاين حاجه اخرى هو البازيليك، وهذا البازيليك اشنو كيدير؟ هو عرق السوس. عرق السوس، عرق السوس. لا باردون، لا البازيليك والحبق، الريحان والحبق، الريحان، الريحان والحبق، فوالا. دونك هذاك الريغليس هو عرق السوس. دونك البازيليك هو الريحان، هو الحبق. الوغ الحبق اشنو كيدير؟ فهو كي اول حاجه مزيان بالنسبه لمشاكل البشره بحال حب الشباب. حب الشباب رائع بزاف، يعني انا ديكو نقدر نقول لكم ان هاد لاكار حتى الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الحبوب اولا حب الشباب اولا هذا فيمكن لهم انهم يستعملوها. حاجه اخرى مزيانه يعني كتصحح الجلد وكتحميه من الاشعه الفوق البنفسجيه وكتعاون على الليونه ديال الجلد ديالنا. حاجه اخرى اشنو فيه؟ فيه الريغليس واللي هو عرق السوس ديجا، كيجدد لنا الخلايا ديال البشره. يعني ملي كنقولوا كيجدد الخلايا ديال البشره فاحنا كنهضروا على المشاكل التجاعيد وغيرها، الشيخوخه المبكره، داك الخطوط الرقيقه اللي كتكون عندنا يلا بدايه ديال التجاعيد، كيعاوننا على نضاره البشره وكيحيد اولا كيخلصنا من الجلد الميت اللي كيكون عندنا في البشره ديالنا. بالنسبه لهذا الجل هذا لا يشكس امتى كيدار؟ بعدا هو كيمكننا اننا نديروه ما بين جوج حتى ثلاثه المرات في السيمانه. دونك طريقه الاستعمال ديالو شحال واحد كيسحبوا جيل اللي كيدار مثلا تغسل الوجه ديالك ودير لو جيل وتغسل وجهك سور بلاص؟ لا، فالطريقه ديال الاستعمال ديال هذا لو جيل ماسك فكنستعملوه بالليل بعد ما كتغسل الوجه ديالك بطبيعه الحال بهذا الجيل كلينسر داكوغ. الحاجه الثانيه كتمسح الوجه ديالك وكدير هذا لو جيل ماسك كتابليكي، هو بمثابة جيل وكيشبه الام اس ام تقريبا، كيشبه الايبي بلون دونك اللون ديالو شفاف. مي ملي كتابليكي على الوجه ديالك كتحس بوجهك بحال كيبدا يتلصق، مي واحد شويه كيبدا الوجه عادي ما فيه حتى شي حاجه. الوغ غادي نخليه وغنعس به حتى الصباح داكوغ. دونك حتى الصباح عاد كنغسل الوجه ديالي بلو جيل وعاد كندير لا كريم هيدراتونت وكندير حوايجات اخرين اللي غنهضرو عليهم ابخي، واضحه؟ دونك بيان سور كيدار الوجه ولوكو. علاش كنهضروا على الوجه ولوكو؟ لان هاد لاكام كامله كتوحد وكتبي بحال كنقولوا حنا كتعطينا النضاره ديال الوجه ديالنا، يعني كتوحد اللون ديال البشره ديالنا. اذا بالنسبه لي ملي غنوحد اللون ديال الوجه ديالي فالعنق ديالي كيبقى. دونك مهم جدا انني فاش نغسل الوجه ديالي ندوز على العنق ديالي، شحال من واحد كينسى العنق ديالو. دونك صافي كيغسل غير الوجه ديالو راه هو اللي باين، مي نغسلوا الوجه والعنق اللي هما مهمين بزاف. عاد بالنسبه للتجاعيد يعني راه كيبان طريقه الغسيل ديما كنهبط ما نطلعش. دونك اشنو فيه عاوتاني هاد لو ماسك؟ فيه لي زيكستري ديال التفاح. الوغ التفاح تبارك الله معروف انه كيعزز الصحه ديال الجلد، مزيان التجاعيد، كيحمينا من السرطانات ديال الجلد. حاجه اخرى انه كيوحد اللون ديال الجلد وكيفتح البشره، مرطب، كيوازن الزيوت اللي كاينه في البشره، وكيعالج الحروق وكيعالج كذلك التجاعيد، يعني مزيان للشيخوخه. فهاد لي زيكستري ديال التفاح كاينين عندنا في هاد لو جيل ماسك. هاد لو جيل اولا هاد لو صابون فهما خاليين من بارفان. دونك ملي كنستعملو كنشم الريحه، فهذيك الريحه جوست هذوك لي كومبوزون اللي كاينين في هذوك البرودوي، دونك بحال الفلور اللي كاينين، لي زيكستري اللي كاينين، لي زويل اسونسييل. دونك هذيك الريحه اللي هي طبيعيه خاليه من البارفان اللي هي. دونك ملي كنقول خاليه فبالتالي فان حتى بالنسبه لابو سونسيبل كيمكن لها انها تستعمل هاد لابو هاد لاكام هادي، دونك ما تخافش منها. فيه كذلك هاد لو ماسك فيه الصوجا، والصوجا معروفه انها حتى هي كترطب البشره ديالنا وحتى هي كتعالج لنا علامات ديال الشيخوخه المبكره وكتنقي لنا البشره وكتصفيها. دونك ملي كنهضروا على التصفيه كتصفي الوجه ديالنا فشما كان سوا حبوب سوا نمش سوا تجاعيد سوا ديتاج بالنسبه للبشره ديالنا فهي كتعاود، ولا كنقولوا حنا هذيك الصبغ ديال اللي كينتج لنا اللون ديالنا فهي كدير له التوازن بالنسبه للبشره ديالنا. حاجه اخرى ان معروف
المصفوجه مزيانه بالنسبه للحروق ديال الشمس. ملي كنهضروا على الحروق يعني كنهضروا على الاشعه الفوق البنفسجي فيه كتحمي، فبالتالي حتى بالنسبه للناس اولا مثلا كتحمينا من سرطانات ديال الجلد. دونك هادو المكونات اللي كاينين في هاد الجيل ماسك، دونك رائع بزاف. انا شخصيا هاد لاغام هادي بديت كنستعملها هادي تقريبا شي دو موا دابا، هادي راه لاغام الثانيه اللي كنديرها وقربت ثاني، ففريمون رائعه بزاف. كان الوجه ديالي دهني بزاف لدرجه ان ملي كنخرج الشمس الوجه كيبدا يبان كيبري الزيوت بزاف، مي دابا الحمد لله بدا كتقل. الو هذا دليل على انها فريمون كدير كما قلنا التوازن، لان اي واحد حنا بالنسبه لنا قبل ما ننصحوا بواحد الحاجه خصنا نجربوها حنا الاولين، داكوغ. دونك انا كنصح اي واحد عنده بو ميكست اولا بو دهنيه فهو يستعمل هاد لاغام هادي، فغتعطيه نتائج زوينه بزاف.